الضرب زي ما قلت لحضرتك هو تكرار الجمع. لو جينا قلنا مثلا نضرب 3 في 4، هتحط 3 حبات في الأربعة، يكون الناتج 12. صار عندنا رقمين أحاد وعشرات، 12 واحدة في العشرات واحدة في الأحاد، صار الناتج صحيح. عشرات. إذا الناتج خطأ ما يطلع موزون. زي المايل يبقى النتيجة خطأ. نجرب نتيجة ثانية. والله ما شاء الله شغل مرتب. ومحيط القمة لتقنية المعلومات معرض 722. وفي الأحياء كمان ميكروسكوب بكبر 1200 مرة. هذا سن كم ذا؟ عمر كم؟ ده بيبدأ الحاجات دي من عمر 7، المعطف عليه من عمر 7 سنين، عمر المدرسة. بس لسه ما عندهم ضيف العلوم. وهذه الاحياء ها؟ دي الاحياء معك المسكوب ده بيكبر 1200 مره، بيشتغل انك تشوف من العدسه او تعرض على الجدار بروجيكتور زي كده، تركب بروجيكتور ويعرض معك على الجدار، ممكن يطلع لك المكتب يشوف معك التجربه. ودي من الحاجات ادوات ياخد منها عينات من التربه، وعندك عينات جاهزه على الشرائح ديت على طول يشتغل عليها. وفي عندك 12 شريحه هنا ومعاه الكتاب بيعلمه ازاي يصنع شرائح بعدين. وعندك ادوات فوق برضه جاهزه من التربه يقدر يستخدمها في الفحص. وهذه دوائر الكترونيه. مثلا 6000 دائره الكترونيه موجوده فيه. يعني يفك الولد ويركب. يركب طبعا بحسب لون الدوائر، زي لون الدوائر كده الاحمر نفس اللون والموف نفس اللون وهكذا. بيركب الدوائر دي حسب الرسمه الموجوده في الصوره، بيطلع التجربه. ساعدها؟ لا يلا شوتي. لا حطي في سنتين هنا. هذه حطيها كده عشان تروح هنا. ايوه دفيها. لا دفيها هنا قدام. بدون يلعبوا يتحركوا. دفيها وين دفيها؟ بس باقي لك وقت تدفينا. وهذه الاطفال الصغار طبعا خشبيه وبالمغناطيس، وايضا سبوره ممكن تستخدم في نفس الوقت. وفينا الكثير من البطاقات، يعني تاخذ البطاقه هذه يبدا يركب بهذا الشكل. كيف الى ان نحصل على ايش؟ نفس هذا الشكل. هذه لعبة الفراشات، خذي واحد يا رغد. يلا انتظر يا عبود. هذه ممكن يعني انت تاخذ لونك القلم ازرق، تاخذ ازرق والكورة الزرقاء وتعبيها هنا، والطرف الاخر اللون الاحمر ياخذ الكورة الحمراء. يعني كل واحد ممكن ياخذ لون ويجمعها في ايش؟ المنطقة الصفراء هذه. لاحظ مغطاة بالبلاستيك ما تطيح، لكن ده يدخل جوا. ممكن مسابقة اكثر واحد يدخل كور في ايش؟ يلا يا رغد انت عندك الهدف حقك الثاني. انت دفتر يا رغد. اول واحده مثلا نبغى زال اسد. لحظه خلينا نبدا بالبسيط من هنا الاول. مو لا نبغى 5 فياله، لازم يظهر 5 فياله عندنا. ما كيف نسوي؟ استنى 5 فياله. لا ولا هنا. هذا فيل واحد، هذا لا كذا كذا، هذا هنا هنا لا كذا، هذا فيل الثاني. لا هذا اقرب فيل. لا فيل، ثلاثة فيل الآن. كذا لف 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 لف. كيف خرشة؟ لا ما نبغى أسد. هنا هنا ممكن واحدة. ايه باقي واحد. كم صار فيل؟ خمسة. خمسة اللي بعدها وش هي؟ ثاني خمسة غزلان.